السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدا سومادي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع اللي في الحقيقة فقت في الصباح لقيت هذا المشكل عندي وبغيت نشارككم فيه باش ما تطيحوش في نفس الخطأ. اول مرة كنت كنستعمل لهم هاد الاعشاب اللي هي يابسة، هي فصة ولكن يابسة كتباع، هي هكا يابسة. من بعد قلت غادي نقصص شي شوية وليت كنشري هاد الفصة اللي هي باقي عاد الجذور ديالها خضراء كما كتشوفوا، وعاد قلت غادي نيبسها بهذه الطريقه، نحطها في الشمس وتيبس، ولكن ما خدمتش هاد القضيه هذه، لان انتم كما كتلاحظوا معايا الارنب ديالي راني عاد غسلت له، راه كانت كرشو جاريه ولات ديك اعزكم الله الفضلات ديالو ما كتجمعش بحال هكا، نقولوا مجموعه كشوف كي ولات الفضلات ديالو ولات بحال هكا. اذا حذاري اخواني انكم تطيحوا في هذا المشكل ديال انكم تجيبوا هذه الفصه او اعشاب اللي هي بقى عاد ما كرمتش، بحال هكا تكون اعشاب خضراء. هنايا هذا المشكل راني وقعت فيه وبغيت نشاركو فيه باش ما توقعوش في نفس الخطا. ديروا بحال هذه الفصه هذه اللي هي يابسه، كتشرى جاهزه من الاول يابسه، هانتوما شوف كيفاش راها يابسه، هذه الفصه يابسه، هنا ما درت حتى تغيير باش جرات لهم كرشهم، درت غي بدلت لهم النوعيه ديال الاكل. كنت كنعطيهم هاد، هانتوما الا تبعتوا معايا كنعطيهم الخبز يابس، كنعطيهم هاد الخبز يابس وكنعطيهم هاد الفصه اليابسه. التغيير اللي درت لهم هو انني عطيتهم هاد الفصه اللي هي عاد بقى ما كرمتش. كنت متاكدين ان في الصباح راني لقيت واحد المشكل كبير، انني لقيت الارنب الارانب ديالي كلها يعني مسخه من التحت ديالها اعزكم الله، وعاد راني درت واحد الماء دافئ ودرت معاه شويه ديال الصابون وغسلتهم، راهم شويه دابا كيبانوا نقيين، لكن المنظر في الاول راه ما كانش كيعجب. علاش؟ لان بدلت لهم الاكل. حاولوا اخواني انكم تعطيهم اما السيكاليم اما شي حاجه يابسه، ما تعطيهم شي حاجه اللي غادي تضر لهم وتجري لهم كرشهم، لان هذا باش كتسميتو راه في الحقيقه كيأثر لهم تاع الميزان انهم الكيلويات كيبقاو ينقصوا، ما كيبقاش بحال هكا بالصحه ديالهم وياكلوا ويجريوا. حاولوا انكم تداركوا هذا المشكل. انايا راني في الصباح الحق راني تخلعت عليهم، قلت يمكن راه وقعت شي حاجه، ولكن منين بقيت كنفكر لقيت ان التغيير الوحيد اللي درت لهم هو انني بدلت لهم النوعيه ديال الاكل. اذا كنتوا غاديين على واحد النوعيه ديال الاكل تماشاو عليها ما تبدلوش. انا المشكل هذا وقعت فيه في الحقيقه وراني ندمان عليه. حاولوا انكم تعطيو الارانب ديالكم الحوايج الناشفه، لان انا دابا تقريبا خفت في الحقيقه في هذا الصباح انني نخسر هاد الارانب، وبغيت نشارككم هذا الموضوع. حاولوا انكم تماشوا مع الارانب ديالكم وتخليوهم ديما على بصحه جيده، يعني الميزان ديالهم ما يهودش وما توقع لهم شي حاجه، لان هذا الشيء كيتعتبر في الامعاء. انني انا عطيتهم بدلت لهم النوعيه ديال الاكل وراهم كانوا الحقيقه ما عجبنيش الحال، لان هاد الارانب على طول المسار ديال الحياه ديالهم كانوا مزيانين الا هاد النهار اللي وقع عليه هاد المشكل. اذا الى عجبكم الفيديو حاولوا انكم تصلوا بيا وتقولوا لي التعليقات ديالكم ان شاء الله، وشكرا ومرحبا بكم في قناتي.